كشفت الفنانة الكويتية والفاشينيستا روان بن حسين عن منعها دخول العراق بعد خلاف مع أحد موظفي المطار في مدينة بغداد، حيث شاركت متابعيها على السوشيال ميديا تفاصيل الحادثة. وفي التفاصيل، شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين القصة التي أدت إلى منعها من دخول العراق عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على إنستغرام. قالت فيها: تلفت مع شخص بيشتغل في المطار، أخذ جوازي من موظف جوازات المطار، كان قاعد يصوره بتليفونه، أخذت تليفونه، مسحت صورة جوازي وكسرت تليفونه، مهم آخرتها ما دخلوني، 4 ساعات أترجاهم يخلوني أرجع على أول طيارة لديرتي. نمبر 1، هذه وثيقة رسمية وسرية، سواء أنا مشهورة أو مش مشهورة، أنت مو من حقك تصور. وأضافت: يلا عادي، الكويت والعراق واحد، شكراً على حسن الضيافة ولو كانت 5 دقائق. وختمت قولها: جمهوري العزيز في بغداد، أعتذر منكم، ما رح أقدر أجتمع فيكم، يا أحلى وأطيب شعب بالدنيا، يا كرماء يا حبايب. وأضافت أن هذا التصرف استفزها كثيراً، فهو ليس له الحق في تصوير جوازي سفرها، لذلك طلبته بمسح الصور، مما دفعها إلى كسر الهاتف حتى لا يكون هناك نسخ لباقي الصور، واعتذرت للجماهير العراقية عن عدم الاجتماع معهم. وبعد سرد تفاصيل واقعة مطار بغداد وعدم السماح لروان بن حسين دخول العراق، نشرت روان مقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي تشرب القهوة وتدندن على أنغام إحدى الأغنيات العراقية، حيث قالت: أهل بغداد وينكم؟ فدوى لعينكم. يذكر أن الفنانة الكويتية قد انتهت مؤخراً من تصوير الأغنية الجديدة لها وهي من إخراج فادي حداد، حيث عملت على تخصيص ميزانية إنتاج للأغنية من أجل توجيه رسالة تحمل معاني إنسانية.